Recording in progress. طيب نبدأ بسم الله. احنا المرة اللي فاتت اخدنا الكلمات وبعدها اخدنا القطعة. المرة دي احنا هنعمل العكس شوية، هناخد القطعة الاول ونخرج منها ليه منها الكلمات. ملاحظتين بس عايز اقول عليهم. اول حاجة يعني الحضور من غير ممارسة يعني هتستفيد ولكن الفايدة هتكون قليلة قوي، فأتمنى يكون مع الحضور يكون في ممارسة يكون في مذاكرة، يعني حتى مع نفسكم، يعني ما عنديش مشكلة كل واحد مع نفسه، بس يعني عشان ما تبقوش بتضيعوا الوقت اللي انتوا بتحضروه على الفاضي. النقطة التانية، أحيانا الكلمات ممكن ما تكونش كلها سهلة لسببين. السبب الأول إن مثلا معانا ناس مثلا مستوى متوسط وناس مستوى مبتدئ كده، فعشان كله يستفيد. والسبب الثاني ان احنا مش كل القطع اللي هنتعرض لها هتبقى سهله، يعني او كل حاجه هتعملنا مش هتبقى سهله، فلازم نتعلم شويه كلمات سهله مع شويه كلمات صعبه، هما الاتنين بياخدوا نفس المجهود يعني. فهنبتدي بسم الله هنجيب الكلمات، نعمل شير ثانيه واحده. اول حاجه اللهز ماسنجر، اللهز ماسنجر يعني اللهز ماسنجر اللي هي رسول الله، وممكن نقول the messenger of Allah. خلي بالكو الكلمة دي اسمها messenger مش messenger، messenger 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 مش messenger. ماشي، رسول الله صلى الله عليه وسلم said، said مش سيد ولا سيد، لا said said said. دي الماضي من ايه؟ الماضي من say. طيب لو عايز احط كلمة said اللي هي قال او قلت او قالوا في جملة، ممكن حد يحطها في جملة؟ اللي عارف بس يرفع ايده تكرما. اتفضل استاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. The Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم says the truth. ماشي، says the truth. جميل، احنا عايزين برضو المضارع منها says مش says. ماشي، says says. طيب احنا عايزين بقى مثال على said، قال على الماضي said. انا سمعت المضارع. الماضي said. حد ممكن لنا مثال؟ تفضلي يا استاذ زهراء. He said to me it's very beautiful. He said to me، هو قال لي it's very beautiful، انها رائعة. جميل، استاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن نقول the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the best of the people who recited Quran. نعم، انت عايز تقول من تعلم القرآن وعلمه؟ سيدنا قال خير الناس هو الذي يتلو القرآن ويقرأ القرآن. نعم، يبقى the best of the people are those who recite Quran. ممتاز، يبقى said the Prophet محمد صلى الله عليه وسلم said، قال. ممتاز، جزاكم الله خير. طيب يبقى احنا عرفنا ان كلمة said معناها قال. بعد كده while، كلمة while وكلمة meanwhile استخدامهم قريب من بعض، الاتنين معناهم بينما أو أثناء أو في هذه الأثناء. يعني مثلا عايز أقول أثناء ما أنا كنت بذاكر النور قطع، هقولها إزاي؟ طيب هنلاحظ الأول في الجملة العربي أنا بقول إيه، أثناء ما ذاكرت ولا أثناء لما كنت بذاكر؟ أثناء لما كنت بذاكر. لما كنت بذاكر، فأنا كده عندي فعلين صح؟ كده عندي ايه؟ فعلين، كنت وبذاكر. فهقول ايه لما اجي اقولها؟ هقول while، اثناء while I was، لما كنت studying، لما كنت بذاكر. فعشان ما تلخبطوش نفسكم، ما مش هنقعد بقى نقول ايه while بيجي وراها ماضي بسيط وماضي مستمر ومضارع بسيط، مالناش دعوه بالحاجات دي. احنا اللي بنقوله بالعربي بنقوله بالانجليزي. انا في الانجليزي بقول اثناء ما ذاكرت ولا اثناء لما كنت بذاكر؟ اثناء لما كنت بذاكر. مثلا
اخي اخويا كان بيجي ولا اخويا جه؟ يعني اثناء ما انا كنت بذاكر اخويا جه ولا اخويا كان بيجي؟ اخويا جه. ما هو استاذه سمية بتقول الفيربو لا ان جي. ماشي، ما احنا قلنا مش عايزين نركز في الحاجات دي. كنت باجي يعني ده was و ing، او كنت بذاكر while I was studying. my brother اخي، my brother came اخويا جه. طيب انا ممكن اقول مثلا اثناء ما انا كنت بذاكر اخويا كان بياكل، يبقى الاتنين دول خدوا وقت ولا ما خدوش وقت؟ يعني اقصد الاتنين دول فعل واحد ولا فعلين؟ فعلين فعلين، يعني نفس الطريقة. يعني أقول إيه؟ ثانية واحدة، هقول أثناء while أنا كنت بذاكر. أنا كنت بذاكر يعني إيه؟ he was studying. I was studying. I was studying. أنا كنت بعمل حاجة، يبقى I was و ING. انا كنت بعمل حاجه يبقى I was و ING. طيب اخويا كان بياكل، يبقى my brother كان يعني ايه؟ كان يعني was، وبياكل يعني eating، يبقى was eating. يعني مش هتفرق بقى معايا بيجي وراها ماضي بسيط مضارع بسيط، بيفرق معايا اللي انا بقوله بالايه، بالعربي. يبقى اثناء، او اللي انا عايز اوصله، اثناء ما انا كنت بذاكر اخويا كان بايه، كان بياكل. وممكن اقول ممكن لو سمحت يا دكتور، اتفضل. المثال بينما قلت ذاكر الكهرباء قطعت مثلا، فطبعا ده في الاثنين دول بتحصل كتير. عايز تقولها بالانجليزي يعني؟ يس كلمة عايز، ممكن اقول الكهرباء مشيت، ايه ممكن اقول ايه؟ went off، the light went off، the light went off يعني ايه؟ قطعت. ماشي. معذرة الشيخ أحمد، هي معنى انقطعت الكهرباء has gone off؟ تمشي بس بنقول وانت اوف اسهل يعني. تمام، جزاك الله. الله يكرمك. The light went off. جميل. هي went هنا لها استخدام تاني، انا مش عايز اوسعه عليكم، بس عشان ايه، هي went اللي هي كلمة go بتيجي من باب التحول من حالة لحالة. يعني مثلا اقول لك ايه، انا لما شفت البتاع ده I went crazy، معناها ان انا رحت مجنون؟ لا، مش معناها ايه، مش معناها ان انا رحت مجنون، معناها ان انا بقيت يعني اتحولت المجنون. فانا بقول the light went off، يعني الاضاءة اتحولت من on ل off، بقت off يعني قطعت. اللي بيقول the light cut off تمشي، اللي عايزون الكهرباء قطعت تمشي، the light cut off تمشي، الاتنين صح. طيب نرجع للجملة بتاعتنا، للقطعة بتاعتنا. قلنا the prophet محمد صلى الله عليه وسلم said، قال النبي صلى الله عليه وسلم while a man was walking، لما the light turn off. طب بص، عشان اللي بيكتب في الشات انت كل شويه بتشتتوني، فممكن ترفع ايدك وتسال السؤال. The light turn off، لا ما تمشيش. كنا بنقول ايه؟ ماشي. while a man was walking، كان في راجل ماشي. ليه حطينا هنا was walking؟ عشان بقول لما كان في راجل، او اثناء ما كان في راجل ماشي. on، انتوا معايا فاتحين القطعه معايا من الجروب ولا لا؟ اتشيرت. نعم. لا ما فيش حاجة مع حضرتك، اتفضل. بتقولي شهرها اسهل صح؟ فكرة بس اني فاتحة موبايل فاروح على البتاع وعايزة اتابع الشرح كده. ما فيش مشكلة شيرها، ولكن بس لما باجي اكتب ما فيش مكان اكتب فيه. خير، هم كده مش انا هيفتحوا. هروح ادخل من طيب الجروب تاني. while a man was walking، لما كان في راجل ماشي. on a road، يعني ايه on a road؟ كلمة رود معناها على الطريق، معناها طريق. نعم، وكلمة رود دي اللي هي بال R O A D دي بيبقى معناها طريق واصل ما بين منطقتين، يعني مثلا طريق اسكندرية، طريق مش عارف ايه، فبنستخدم فيها كلمة ايه؟ رود. يبقى كان في راجل ماشي على طريق.
he became أصبح very thirsty. يعني thirsty, thirsty يعني عطشان, يعني راجل بقى عطشان قوي. He became very thirsty. طيب كلمة became دي الماضي من ايه؟ become. become. طيب عايزين مثال لكلمة become, يصبح. عايزين نعملها بشكل واقعي, يعني مثلا لما الكهرباء بتقطع او لما الكهرباء بتقطع انا بصبح او ببقى مثلا متضايق. اقولها ازاي؟ حد رافع ايده؟ استاذة سمية اتفضل. أيوة, السلام عليكم. وعليكم السلام. When the electricity cut off, I become upset. When the electricity cuts off. وخلينا احنا ما بنتكلمش على الكهرباء عموما, احنا بيفرق معانا النور, تمام؟ فبنقول على light. When the light cuts off. When the light cuts off, ممكن أقول cuts off أو ممكن أقول goes off, اللي هي المضارع من went اللي احنا نسيناه من شوية. When the electricity cuts off أو goes off, I become a upset. 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 Upset معناها إيه؟ معناها غضبان. جميل, جزاكم الله خير. When the electricity, نعم, in become هنا أصلا. I become upset. أنا أصبح غضبان أو زعلان أو متضايق. طيب يبقى he became الماضي منها بقى, he became very thirsty, هو أصبح إيه؟ عطشانا جدا. هو كان ماشي على الطريق فجأة بقى ايه؟ بقى عطشان. then كلمة then ليها معنيين, مين اللي عارفهم؟ طيب then ثم نرفع ايدينا بقى الأول. اتفضل. ايه محرك؟ اتفضل. ثم اللي اعرفه ثم ده معنى. أستاذ مصطفى في معنى تاني ممكن تقوله؟ ثم أعتقد حينئذ. حينئذ اللي هي بالعامية إيه؟ أستاذة فاطمة ممكن تقولها؟ رفع عليها. بعد ذلك. ما هي بعد ذلك يعتبر بتساوي ثم, صح؟ ثم في كلمة تانية في استخدام مهم جدا لكلمة ذن. اللي هو معناها اللي هو أستاذ مصطفى قاله يعتبر حينئذ اللي هو في ذلك الوقت اللي هي ساعتها. كلمة ساعتها, عارف كلمة ساعتها؟ في ذلك الوقت. يعني مثلا عايز أقول, هقول جملة وأنتوا تترجموها. لما أنت اتصلت بيا أنا كنت نايم ساعتها. أقولها إزاي؟ أستاذة فاطمة اتفضل. ممكن نقول when you called me I was sleeping then. جميل. when you called me, كلمة اتصلت معناها called أو معناها phoned, الاتنين معناها اتصل. when you called me أو phoned me I was, أنا كنت نايم. نايم يعني ايه؟ sleeping. بس كلمة نايم, كلمة نايم مش هي تمشي sleeping, بس في كلمة بمعناها نايم, نايم اللي هو ايه؟
أسليب، أسليبي معناه نايم على نفسه، أما أسليب اللي هو إيه، دي الصفة أو اسم الفاعل نائم، أسليب والكلمة والإيه لازقة فيها، ماشي أسليب، ماشي أسليب، أسليب معناها إيه نايم، يبقى when you found me I was asleep، أنا كنت إيه، أنا كنت نايم، then أنا كنت نايم، then يعني إيه، يعني في ذلك الوقت أو ساعتها، واضح؟ طيب المعنى المقصود هنا في الجملة then اللي هي إيه، اللي هي بعدين، ثم he came across a well، كلمة came across كلمة مش هتقابلها كتير ولكن معناها كويس جدا، اللي هي ايه، came across، came across معناها ان يلاقي حاجة قدرا، يعني يلاقي حاجة وهو مش بيدور عليها، يعني مثلا هقول لك اثناء ما انا كنت بنظف في الدولاب بتاعي، يا نهار ابيض لقيت صورة قديمة جدا لجدي مثلا، يبقى انا لقيت صورة، الصورة دي انا لقيتها وانا بدور عليها ولا لقيتها قدرا كده، عديت عليها قابلتني في الطريق، يبقى كيم اكروس، يبقى كيم اكروس يعني عديت على حاجة وانت مش قصدك انك ايه، مش ما كنتش ناويها يعني. يبقى اقول مثلا when I was cleaning، يا صفات ما عايزة تقولي حاجة ولا انت ناسية ايدك مرفوعة، when I was، ماشي اقفليها بقى نزلي، when I was cleaning لما كنت بنظف، طبعا قلت I was cleaning ليه؟ عشان انا كنت بنظف، when I was cleaning لما كنت بنظف، I came across، I came across يعني انا لقيت an old picture، لقيت صورة قديمة for my grandfather مثلا لجدي، تمام؟ واضح كده كلمة came across؟ كده معناها دخول مثلا يعني يصادف مثلا او يصادف، صادفة. يصادف، بس انت عارف ان احنا عندنا في الدين ما فيش حاجة اسمها مصادفة، فنقول لقينا قدر يعني. انا عاوزين معنى نكتبه بس. يجد بالقدر، يجد قدر، يجد دون بحث، يصادف ولا يصادف، لا يصادف. يبقى came across ان هو يلاقي حاجة ايه قدرا، يبقى then he came across هو عدى على، عدى على ايه well، كلمة well ليها معنيين، المعنى اللي هو بطريقة حسنة او بطريقة جيدة، يعني اقول لك مثلا you speak English well، انت بتتكلم انجليزي بطريقة كويسة. تاني حاجة كلمة well هنا معناها ايه، معناها بئر، معناها بئر، بئر مية، كلمة well من ضمن معانيها البئر، يبقى هو came across هو عدى على بئر مية، تمام؟ عمل ايه لما عدى على بئر المية؟ احنا عندنا لو واحد فوق مثلا على سلم، واحد قاعد على سلم فوق او بيصلح حاجة على سلم، وانا واقف تحت هنا عايز اقول له انزل، هقول له ايه؟ get down، يا اما اقول له get get down، down انزل، يا اما اقول له come down، الاتنين معناهم ايه؟ تعالى انزل، ماشي؟ طيب لو انا فوق وعايز واحد يطلع هقول له ايه؟ get up أو get get up او come up، come up او come ايه، او get، او get up. طيب طيب لو انا واحد مثلا في مكان في اوضه وانا واقف له بره وعايز اقول له اخرج لي هقول له ايه؟ get out، get out او come out، come out او come out، اخرج، تمام؟ طيب لو انا في الاوضه وعايز واحد يدخل اقول له ايه؟ come in، come in، come in او get in، get in، تمام؟ come in او get in، كل ده واضح لحد دلوقتي؟ طيب تماما. طب لو هو معايا في الاوضه وانا عايز اقول له اخرج بره، ينفع اقول له come out؟
جو اوت. جو اوت، لانه انا مش واقف له بره، ده انا واقف معاه بقول له امشي روح بعيد، يبقى جو اوت. جو ايه؟ جو اوت. استاذه سمية عايزه تقولي حاجه؟ طب معلش، هو اب ستيرز وداون ستيرز دي ليها اب بس ستيرز علاقة وداون بالسلم؟ ستيرز معناها الدور اللي فوق والدور اللي تحت، ماشي؟ مش معناها يطلع او ينزل. اما اقول لك جو اب ستيرز يعني اطلع الدور اللي فوق، جو داون ستيرز انزل الدور اللي تحت. طيب خلاص كده المعاني دي كلها واضحة. طيب الماضي من جيت داون got down، يبقى هو got down يعني هو نزل، داخله يبقى into it. into it يعني داخله. استاذ محمد شريف استاذنك تقفل المايك، ماشي؟ يبقى he got in down into it، هو نزل ايه داخل الايه داخل البئر. drank الماضي من ايه؟ الماضي من drink، هو شرب منه. of its water من المية بتاعته يعني، من المية بتاع البئر. and then بعدها ايه؟ وبعدها وثم came out خرج منه، الماضي من come out زي ما احنا قلنا. come out يعني ايه؟ يعني يخرج. meanwhile في هذه الاثناء، احنا قلنا قريبة شوية من كلمة ايه؟ while. في هذه الاثناء او في الوقت ده he saw الماضي من ايه؟ من see، يرى. he saw a dog. a dog معناها ايه؟ كلب. panting يعني panting يلهث. يلهث panting اللي هو ايه؟ صوت النفس بتاع الحيوان لما يكون بيجري، بتاع الكلب او الحصان، ده صوت اللي هي الضبحة. عارفين كلمة العاديات ضبحة؟ هو ده الضبح اللي هو صوت اللهث ده، اللي هو صوت النفس الشديد بعد الجري يعني panting. and وخلي بالكوا الكلمة دي ساعات بستخدمها في التجويد لما بنشرح حرف الهاء، نقول مثلا الصوت بتاع البانتينج ده بيبقى قريب من صوت الهاء يعني. and licking يعني ايه licking؟ هو يلعق يلعق. يلحس. احسنت، يلعق او يلحس. mud اللي هو الايه؟ اللي هو الطين. طين. Because of معناها ايه؟ معناها بسبب. استاذة دعاء اتفضلي، جزاكم الله خيرا، اتفضلي. because of معناها بسبب، كلمة because لوحدها معناها لأن، أما كلمة because of معناها ايه؟ بسبب. excessive thirst، سيبكم من كلمة excessive مش مؤثرة هنا، المهم بسبب الايه؟ بسبب العطش. يبقى هو كان بيلعق أو بيلهث وبيلعق الطين بسبب الإيه؟ بسبب العطش. يبقى عندنا كلمة thirst اللي هو العطش، وكلمة thirsty عطشان، صفة وإيه؟ واسم، ماشي؟ the man الراجل said to himself. said to himself يعني الراجل قال لنفسه. أنا أقول مثلا إيه؟ أنا شفت اتنين بيتخانقوا، بعد كده انا قلت لنفسي ايه؟ انا راح اسلك بينهم. فكلمة انا قلت لنفسي معناها ايه؟ I said to myself. الغرض من القطع او الكلمات مش ان انا اعرف معانيها، ان انا الغرض ان انا لازم اخدها اطبق عليها بره. فانا اخد الكلمة دي اطبق عليها بره. انا قلت لنفسي هقول ايه؟ I said to myself. I said to myself. واحد بيقول لك المفروض تعمل كذا، اقول له قول لنفسك. say to yourself. say to yourself. يبقى said to himself أو I said to myself، أنا قلت الإيه لنفسي. this dog الكلب ده is suffering from، is suffering from بيعاني من. ليه حطيت verb to be اللي هو is وحطيت ing؟ عشان حاجة بتحصل دلوقتي. يبقى الكلب ده بيعاني من، كلمة suffer from معناها إيه؟ يعاني من. عايز حد يديني مثال عليها؟ حد عنده مثال؟ ايوه محطتك اتفضل فشخ احمد. اتفضل. now we suffering from the heat the hot I'm sorry the hot. طيب هقول لك انت عايز تقول، اولا انت عايز تقول الايام دي،
ولا ناو اللي هي دلوقتي؟ ناو اللي هو الآن or these days. ايوه الايام دي، الايام دي اقول ايه؟ nowadays. nowadays ناو كلمة واحدة، nowadays nowadays في هذه الايام we are suffering are suffering from heat. heat دي السخونية او الحرارة. heat عايز hot اللي هو حار، hot weather مثلا حار. طقس الحار، اما heat اللي الحرارة. ده مصطفى عايز تقول حاجة؟ yes اتفضل. today I am suffering from toothache. toothache او toothache. yes tooth toothache tooth toothache آلام السنة أو آلام الأسنان. أيوة شفاك الله عافيك. توثيك. نعم I'm suffering from توثيك. شفاك الله عافيك. طيب كان في أستاذ محمد إيهاب رافع إيده ونزلها، ولا كان بيعاني من نفس الأسنان؟ لا كنت أقول اللي هو إيه، كنت أقول اللي بس اللي هو يقوله. نفس اللي هو يقوله؟ طيب يبقى this dog is suffering from، هذا الكلب يعاني من إيه؟ the same state. the same state يعني نفس الحالة. the same state يعني نفس الايه؟ نفس الحالة. of thirst نفس الحالة بتاعت الايه؟ بتاع العطش. as كما I did يعني كما فعلت. كما فعلت معناها كما عانيت. يبقى الكلب ده هو قال لنفسه ان الكلب ده بيعاني من نفس الايه؟ من نفس الحالة اللي انا كنت بعاني منها. طيب نقرأ تكملة القطعة. شايفين الجزء التاني كده؟ نعم شيخ أحمد. نعم so لذلك he went down. went down الماضي من go down نزل. he went down the well نزل في البئر again مرة أخرى. and filled يعني كلمة fill. fill معناها يملأ. كلمة fill معناها إيه؟ يملأ. أما أقول لك مثلا take this cup يعني خذ هذا الكوب and fill it. fill it واملأه with water واملأه بالإيه؟ بالماء. يبقى خد الماء ده، خد الكوب ده واملأه بالإيه؟ بالماء. اتفضل يا أستاذة زهراء أعانكم الله. طيب منها كلمة full. full معناها إيه؟ ممتلئ أو ممتلئ عن آخر. نعم مليان. يبقى عندنا fill يملأ وكلمة full اللي هي إيه؟ يمتلئ. في كلمة مهمة برضو هي ما لهاش علاقة بيهم بس قريبة، fulfill. يعني fulfill كلمة fulfill معناها يفي، يعني واحد يعد بحاجة ويفي بيها. fulfill ماشي. يبقى he went down the well again. وقلنا كلمة again بتنطق زي كلمة أذان again. and filled his shoe. شو دي المفرد من شوز اللي هي الجزمة، يعني ملا فردة الجزمة بتاعته with a with water ملاها مية. and held it كلمة held الماضي من hold. مسك. نعم hold معناها يمسك حاجة أو يعلق حاجة كده. أما أقول لك مثلا كلمة نفس، نفس معناها إيه؟ معناها breath. breath معنى عايز اقول لك امسك نفسك يعني اكتمه ما تخرجوش. اقول لك ايه؟ hold your breath. hold your breath يعني امسك ايه؟ امسك نفسك. او ممكن اقول لك اديك كوبايه مثلا، اقول لك امسك الكوبايه دي hold this cup. خليك مثبت الايه؟ مثبت الكوبايه. يبقى الماضي منها held. يبقى held it in his mouth وعلقها فين؟ في فمه. and watered كلمه water معناها ميه ومعناها يسقي. وسقى الايه؟ الكلب. يبقى علق الجزمه اللي فيها ميه في فمه وسقى الايه؟ الكلب. الله سبحانه وتعالى thanked him. thanked him الدي هنا تنسي تي. thanked him شكره for that على ذلك deed. خدنا كلمه deed المره فاتت معناها ايه؟ معناها فعل. يبقى شكره على ذلك الايه؟ على ذلك الفعل. and forgive كلمة forgive الماضي من كلمة forgive. forgive معناها يغفر. أقول يا الله اغفر لي. او الله forgive me. forgive me يعني ايه؟
يعني اغفر لي، فforgave him معناها غفر له، الماضي من forgave. The people اللي هم الصحابة، الناس يعني اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم، سألوا asked. كلمة asked برضو دي هنا بتنطق تي، asked. The people asked، ما حدش يقول asked، لا asked asked. O Allah's messenger، يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Is there، كلمة there is معناها ايه؟ يوجد، معناه يوجد، بس نعم is there، هل يوجد؟ نعم هل يوجد؟ نعم، يبقى there is معناها يوجد. نقول مثلا there is a cat in the house، يعني يوجد قطة في المنزل. طب عايز أقول هل يوجد قطة في المنزل، أقول إيه؟ is there، هعكسها أقول is there، is there a cat in the house، هل يوجد قطة في المنزل. فعندنا كلمة is there معناها هل يوجد. هل يوجد لنا أو هل يوجد a reward، يعني reward. معذرة شيخ أحمد، هل النطق بتاعها إن ما بتطلعش نخرج لسانا لسانك؟ is there، اه ما بتطلعش ولا لسانك في الأول وبعد نقدمها؟ كده ما بتطلعش وبعد كده بتطلع is there، is there. yes، جزاك الله. اه is there a reward، بس ما بتنطقها بسرعة بتطلع لسانك. is there a reward for us، كلمة reward معناها جزاء أو مكافأة. نعم، هل يوجد مكافأة لنا أو جزاء لنا أو أجر for us، لنا هل يوجد لنا أجر in serving. كلمة serve معناها يخدم. نعم، هل لنا أجر في خدمة الحيوانات، هل إحنا يبقى لنا أجر في خدمة الحيوانات. قال نعم، he said yes. there is هنا طبعا مش سؤال، فأقول there is مش هيقول is there. There is a reward for serving، يوجد أجر في خدمة أي إيه؟ animate. animate يعني حي، animate يعني حي، بتساوي كلمة living being، living being يعني كائن حي، ف animate بتساوي living being. النعم وفي إيه؟ في كل أجر إيه؟ في كل حي إيه؟ أجر، يعني في كل كبد رطبة أجر. المهم إن إيه؟ يوجد ثواب أو مكافأة أو أجر في خدمة أي كائن إيه؟ أي كائن حي. هل قبل ما ندخل على المحادثة، هل في أي حاجة في القطعة مش واضحة بالنسبة لكم؟ الله يبارك لك يا شيخ أحمد. نكو. طيب تمام، جزاك الله خير. وإياك، جزاك الله خير. ندخل على المحادثة سريعا. يا طيب آسف، لما اجي انطق بسرعه مثلا ممكن نقول است، يعني ممكن نسمع من الاجانب يقول است، يعني بيحذف الكي، بيحذف الكي نفسها عادي مفيش مشكله، اهم حاجه بس ما تقولش اسكد. تمام. وعايز تقول است مفيش مشكله، اسك او اسك مفيش مشكله، اهم حاجه ما تقولش كد. البريتش الامريكان انجلش از، يعني بيخففوا كل على فكره الام والطاقه حتى شوية. البريتش نفسهم فيهم بينطقوا كده وفيهم بينطقوا كده. تمام. تمام، فانت ما تشغلش نفسك باللهجات، يعني اهم حاجه نتكلم في الاول. تمام، جزاك الله خير. وإياكم نبر فيهم، وحتى في الاخر يعني، حتى في الاخر بعد كده يعني لما توصل لمستوى معين مش هتلاقي برضو ان اللهجات مش بنفس الاهميه اللي انت كنت حاططها فيها. هي في شغلانات بسيطه جدا ممكن نفرق فيها اللهجات، اما كتواصل مع الناس وكده ولا بيفرق في اي حاجه. انا فهمت طبعا كل اللي اي حد بيتكلم بالانجليزي عموما بيفهم كل اللهجات يعني. اي الله المستعان. عندنا لهجات متعددة يعني. نعم. محدش هيتريق عليك غير المصريين يعني، متقلقش. ربنا يرضى عنك يا مولانا. الله يكرمك. طيب هنخرج دلوقتي وابعت لكم رابط جديد، معلش على الجروب، عشان الرابط ده هيضطر ان احنا نستنى 5 دقايق. هبعت لكم رابط جديد هندخل عليه على ال عشان المحادثة، هبعت لكم رابط على الجروب دلوقتي ان شاء الله. السلام عليكم.